من مركز أخبار قنوات الكاس في قطر، هذه تحيات أسرة الحصاد. البدايات أحلام والمنتهى واقع تبصره عيون العالم. يحدث هذا والعالم يقف في منتصف الطريق بين جائحة هزت الأركان وعلم يسابق والزمن من أجل إطلاق لقاح هو الآن طوق النجاة وبارقة الأمل. يحدث هذا وهذه المساحة من العالم تتمسك بما يجب أن يتمسك به الجميع، تتفاءل خيرا بزوال كوفيد-19 في غضون أسابيع أو أشهر. يحدث هذا وقد بدأت هذه المساحة من العالم بدأت عدا تنازليا نحو أكبر احتفالية للعالم بعد زوال الفيروس المستجد. المونديال في غضون عامين اثنين، الحلم بات على بعد خطوتين، فمرحبا بالجميع في وطن الجميع. في الحصاد هذا المساء، أحلام شعوب وأجيال تتحقق بعد أقل من عامين. العد والتنازلي بدأ وموعد ضربة بداية المونديال اقترب. جزيرة اللؤلؤة تعيش حدث معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، أرقام لافتة لنسخة سابعة تحدت الجائحة فنجحت. في الحصاد كذلك، مدينة إشبيلية تعيد الألمان 90 عاما إلى الوراء، خسارة بالستة ورحيل يواخيم لوف مطلب شعبي. إلى أول ملفات الحصاد، إحساس جديد يسكن القلوب من أقصى الوطن العربي الكبير إلى أقصاه. قطر وطن المونديال، الدولة التي تعيد صياغة تاريخ أهم أحداث الفيفا، انطلقت في عد تنازلي نحو ملعب البيت بعد عامين من الآن، تحديدا في 21 من نوفمبر عام 2022. نتجه جميعا صوب مدينة الخور حيث يبدأ الحلم وينطلق الحدث الذي انتظرته شعوب وأجيال. تقرير يرصد هذا المنعطف التاريخي الذي كان أهم عناوين الأسبوع. عامان وينطلق حلم شعوب وأجيال. إن البطولة نفسها بطولة بدأت تترك إرث ما قبل البطولة وليس فقط ما بعد البطولة. عامان وتبصر العين، ما كان مجرد صور في خيال الحالمين والمؤمنين بأنه من حق الوطن العربي أن يخوض السباق وأن يفوز باستحقاق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في 21 من نوفمبر 2022 تنطلق التجربة الاستثنائية. تبدأ ملحمة مونديال قطر حيث يستمتع العالم بسحر الشرق الأوسط ويلقي بنفسه في ثقافات المنطقة. أسعدهم بهذا العد التنازلي رجل الفيفا الأول جياني إنفانتينو، الفخور بما أنجز على الأرض والواثق بأن النهائيات ستكون أهم وأكبر وأجمل احتفالية في زمن ما بعد الجائحة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أثنى والحدث على مسافة عامين على مكتسبات المونديال من مشاريع اكتملت وأخرى في مراحل متقدمة من الإنجاز. أشاد بما تحقق حماية للعمال وأبرز قدرة وطن المونديال على التعامل باحترافية ومرونة مع تحديات فترة كوفيد-19. يسري الشعور بالفخر لدى العاملين في قلب الملحمة التي غيرت كثيرا من المفاهيم قبل أن تبدأ. هذه الرؤية
شدد على أهميتها أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الدواذي حين أكد أن برامج الإرث تترك منذ انطلاقها تأثيرات إيجابية في مجالات حقوق العمال وريادة الأعمال والتعليم والصحة. من أول يوم دائما إحنا قلنا وكنا حريصين على أن نأكد أن هذه بطولة عربية شرق أوسطية تقام على أرض دولة قطر. والله الحمد إحنا خلال فترة طبعا على مضي 10 سنين يعني عملنا بجد على إرساء أكثر فائدة من البطولة في قطر وفي المنطقة. مرحبا بالجميع في وطن الجميع. دولة قطر تستعد لتفتح الأبواب أمام العالم كله مرحبة بكل الشعوب والثقافات لتكون جسرا للتواصل قاسما مشتركا لجميع الشعوب مؤمنة بأن اللعبة الشعبية الأولى خطاب للتغيير الإيجابي في جميع مناحي الحياة. عامان وينطلق المونديال، وحين ينطلق في رحاب البيت سيبدأ العالم في صياغة الجزء الآخر من القصة. نحن ننظر البطولة هذه على أساسنا فرصة بالنسبة لنا للاستفادة القصوى من هذه البطولة في دعم رؤية قطر 2030 وفي إيصال إلى الأهداف المرجوة من رؤية قطر 2030. لبرنامج الحصاد محمد زوغار. من مجمل المعطيات الواردة في التقرير ننطلق نرصد أهمية الرسائل التي تطلقها دولة قطر مع بداية هذا العد التنازلي الجديد، نتابع الأصداء وردود الفعل ونستشرف ما سيأتي في غضون عامين اثنين. نفتح هذه المساحة في حضور كوكبة من ضيوف الحصاد. نرحب أولا بالسيد ثاني الزراع مدير إدارة النقل باللجنة العليا للمشاريع والإرث. نسعد كذلك بمشاركة المراقب الدولي والأسيوي منعم فاخوري الذي يحدثنا من العاصمة عمان عبر تقنية سكايب. من لندن ينضم إلينا رئيس القسم الرياضي في صحيفة القدس اللندنية خلدون الشيخ. الحديث يمتد أيضا إلى مدينة ميلانو حيث الإعلامي تانكريدي بالميري من صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. أبدأ معك سيد زرع، ما أهم الرسائل التي ترسلها دولة قطر للعالم وهي التي باتت على بعد عامين اثنين فقط عن ضربة بداية أول مونديال في تاريخ الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط؟ طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أرحب فيك، أرحب بالسادة المشاهدين والإخوان اللي معنا. طبعا الرسائل اللي تبعثها كثيرة، وأن أول مونديال بيتم تنظيمه من قبل دولة عربية قطرية خليجية واللي هي دولتنا قطر. طبعا بيكون فيها عرض استضافة فعالية استثنائية، بيكون فيها شواهد كثيرة الكرم العربي أو عرض قوة قطر من ناحية من نواحي كثيرة، منها النواحي التنظيمية والنواحي المنشآت وقدرة قطر على استضافة فعاليات كبيرة. نعم، إلى العاصمة البريطانية الآن لندن سيد خلدون الشيخ، مرحبا بك. قطر تبدأ عدا تنازليا جديدا، كيف تبدو ردود الفعل والأصداء حيث أنتم في العاصمة البريطانية؟ مساء الخير أولا وتحية للجميع. في الواقع لم يسبق في تاريخ استضافة نهائيات كأس العالم حتى الماضي القريب، يعني منذ مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، أن كانت دولة على هذا الاستعداد لاستضافة مونديال كبير مثل هذا الحجم. يعني إحنا نتكلم عن تقريبا أكثر من عام على جاهزية كاملة من الاستدامة وأيضا البنى التحتية، مواصلات، فنادق وغيرها من الأمور. هذا غير مسبوق، يعني إذا بحثنا في الماضي بالبرازيل يعني انطلقت البطولة وكان هناك 3 استدامات لم تكتمل. في جنوب أفريقيا كانت هناك بعض المشاكل، وحتى في روسيا، حتى في ألمانيا، ونحن نتكلم على دول متطورة. إذن ما حدث في قطر كان شيئا رائعا الحقيقة، على عكس ما يعني توقعناه في 2010.
كانت هناك بعض التشكيك، كان في هناك بعض يعني الأمور التي تتحدث عن عدم قدرة مثل دولة مثل قطر في هذا المحيط من البيئة الصحراوية من الجو الحار أن تستضيف مثل هذا المونديال، ولكن في الواقع قلبت كل هذا التشكيك. نعم. نجحت قطر في قلبها إلى أمور إيجابية بحيث أنه تقنية التبريد. نعم، سنتحدث عن هذه المعطيات ضمن هذه الفقرة الخاصة ببدء أو بداية العد التنازلي الخاص بحدث كأس العالم فيفا قطر 2022. نتحول الآن إلى الضيف من مدينة ميلانو السيد بالميري تانكريدي. يشدد رئيس الفيفا جاني إنفانتينو على أن مونديال قطر سيكون أكبر احتفالية في زمن ما بعد الجائحة. ما تأثيرات هذا الحدث على صعيد التقريب بين الشعوب وكذلك الثقافات؟ That's a very good point, and it is a wishful thinking from Infantino. نعم، هذه إشارة قوية من قبل إنفانتينو لأن الثقافات تتلاقى وتتلاقح خلال كأس العالم، وفي تصوري نحن عشنا هذه الأمور أيضا في إيطاليا الآن، والعالم في خضم هذه الجائحة، فهناك بحث عن وحدة ما بين الشعوب ما بين الثقافات. الآن الكل يثوق لتجاوز هذه الصعاب. هذه الصعاب طبعا توحد العالم. نتذكر مثلا أحداث كالحرب العالمية الثانية وأحداث مشابهة كانت عصيبة على العالم، ولكن بعد ذلك أصبح العالم أفضل. الآن أعتقد أن العالم يتوجه نحو مستقبل أفضل. طبعا الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى في عام 2021، وبنهاية 2021 ستتحسن الأمور بشكل أفضل، والعالم سيتحسن وسيتعافى من هذه الجائحة، وتحديدا في عام التعافي 2022 كعام كأس العالم. واضح. سؤالي الآن للسيد منعم فاخوري ضيفي من العاصمة الأردنية عمان. الحلم العربي بات على مسافة عامين اثنين، كيف تتفاعلون مع هذه اللحظات الفارقة التي ربما حلمت بها أجيال كثيرة؟ الله يمسيك بالخير، وتحياتي لضيفك والضيوف من لندن وميلانو. أخي المهدي، أنا راح أبدأ فقرتي بإنجاز حديث لقطر. نعم. ألا وهو استضافة أو بالأحرى إنقاذ موسم دوري كرة القدم في آسيا من خلال استضافة قطر والاتحاد القطري لكرة القدم لدوري أبطال آسيا، المجموعة الغربية والمجموعة الشرقية، وهذا بحد ذاته إنجاز. والنقطة الأخرى إحنا عم نتفاعل فيها في العالم العربي كله، وأنا من خلال متابعاتي منذ أن يعني استضافت قطر وأنيطة بقطر استضافة كأس العالم 2022. نعم. وأنا أتابع هذا الموضوع. ففي بلد مثل قطر، بلد قادته ممن يعشقون الرياضة، بدءا من سمو الأمير الوالد ونجله سمو الأمير تميم وأخوانه، إن كان سمو الشيخ جاسم أو جوعان، وبقية أفراد طاقم الاتحاد القطري الذي يقوده الشيخ حمد بن خليفة. كيف لا ولن يكون هناك إنجاز؟ يعني الإنجازات بحد ذاتها هي مفخرة للأمة العربية كافة في شرقها وغربها. نعم. وخليجها. فهذا الأمر يدعنا نتفاخر، لا بل هو وسام شرف على صدر الأمة العربية كافة من خلال استضافة قطر. واضح. لكأس العالم 2022.
واضح. أعود لي ضيفي هنا في استوديو الحصاد بمركز أخبار قنوات الكاسيد. الزراع العمل في المنشآت المونديالية تخطى سقف نسبة 90%. كيف يتابع العالم ملحمة العمل والإنجاز؟ طبعا الإنجاز كثير وظاهر على الملأ. طبعا احنا اليوم ومع قرب الاستضافة نشهد ثلاث منشآت أو منشأتين لكأس العالم تم إنجازها واستخدامها. نشهد الإعلان عن استضافة أو تدشين ملعب جديد وهو استاد الريان في الشهر المقبل في عام 2020. إذا ننظر إلى سنة 2020 مع التحديات الكثيرة ومع جائحة كورونا، نشوف منشأتين من المنشآت كأس العالم يتم تدشينها إن شاء الله. طبعا هذا غير البنى التحتية وجاهزية دولتنا قطر من ناحية الشوارع السريعة، من ناحية توسعة مطار حمد الدولي، ومن ناحية المنشآت اللي بتم تشغيلها في كأس العالم لاستقبال الجماهير. واضح. سيد خلدون، هذا المونديال بالذات هو فرصة للترويج للمنطقة، لتغيير الصورة النمطية أيضا. كيف يجب التعامل مع هذه الأهداف الكبيرة والتحديات المهمة إنجاز هذا التعبير؟ نعم، يعني مثل ما قلت قبل قليل عن أن هذه المنطقة بفضل بيئتها الصحراوية والحرارة لم تعد مشكلة في استضافة البطولات الكبرى خلال موسم الصيف، حتى بفضل التقنيات الرائدة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية، قدرة قطر على استضافة بعض المباريات خلال فصل الصيف، أيضا القدرة على استضافة 4 أو 5 بطولات كبرى منذ 2010 إلى الآن، وكأنها هناك اكتساب متراكم للخبرات والقدرة على الترحيب بكل العالم في منطقة صغيرة لاستضافة أحداث رياضية كبرى. هذا لم يكن يعني موجود في السابق، من ألعاب على القوى إلى كرة القدم إلى تنس إلى غيرها من البطولات الكبرى. طبعا أيضا يعني قصة صغر الحجم أصبحت ميزة، يعني كانت الناس تشكك بأنه كيف قطر ستستضيف هذا الكم الهائل من الملاعب ومن المشجعين. أصبحت ميزة بأنه باستطاعة المشجع أن يزور أو يذهب لمشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد. طبعا نحن نعلم أن هذه كأس عالم استثنائية ستجرى بموعد أقل من المعتاد، ستقام 4 مباريات في اليوم الواحد للمرة الأولى، وبالتالي حولت كل الشكوك إلى ميزات وإلى حقائق. نعم. نعم. سيد بالميري، من موقعك الإعلامي، كيف تلتقط كبرى وسائل الإعلام هذه القفزات على صعيد الإنشاءات وكذلك المبادرات والأهداف الإنسانية والمجتمعية؟ طيب، في تصوري وتقديري الشخصي، النجاح الكبير بالنسبة لقطر الذي ربما لا يتحدث عنه الكثيرون، في تصوري هذا النجاح مرتبط بالتطور الكبير للمواصلات العامة، ربما على وسائل الإعلام الدولية أن تسلط الضوء بشكل أكبر على هذا الأمر. تحدثنا عن الملاعب والكل يتحدث عن الملاعب، تقارب ما بين الملاعب، إمكانية مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم، ولكن في حد ذاته التطور على مستوى شبكة النقل هذا شيء استثنائي، لأن هذا طبعا يعتبر إنجاز كبير، وهذا ما خلق الفارق في الكثير من المدن الرائدة كنيويورك، مدريد، لندن، باريس، ريو دي جانيرو، برلين. وفي هذه المدن التي ذكرت أخذ الأمر 30-50 سنة، فترة طويلة لتطوير شبكة قوية من المواصلات إن تحت الأرض أو فوق الأرض. ولكن عندما كنت في الدوحة قبل 3 سنوات 4 سنوات وأيضا العام الماضي، الشيء الذي
أبهرني بشكل كبير هو أن هذه الشبكة، شبكة المواصلات في قطر، تم تطويرها في أقل من 10 سنوات، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للمجتمع البشري وليس فقط لكرة القدم. على مستوى الهندسة هذا شيء استثنائي. سيد منعم فخوري، في تقديركم ماذا سيتغير في المنطقة أثناء وبعد مونديال قطر؟ أول شيء بس تأكيد على الزميل الأخ من ميلانو، سنة 2003 استضافت قطر نهائيات بطولة آسيا للشباب، وأنا كنت ضمن الوفد الآسيوي مراقب للبطولة، وأنزلونا في فندق الريتز كارلتون. الريتز كارلتون في ذاك الوقت لم يكن شيء حواليه، لحاله في المنطقة شامخ، والآن انظر إلى المنطقة حول فندق الريتز كارلتون، يعني لا يوجد متر مربع غير مبني، وهذا الأمر يعني أنا بسعدني جدا خلال السنوات العشر من خلال زياراتي المتكررة للدوحة وحضوري للمباريات، وأنا أرى العمل القائم في البنية التحتية. الآن فيما يتعلق بكأس العالم، هي قطر ستكون قبلة لكافة جنسيات العالم، وأيضا يعني أنا بآمن هي دوحة الخير كما دائما أذكر، وهو تلاقي لكافة المجتمعات من كافة الأجناس ومن كافة يعني الأمور المتعلقة بعيدا عن العنصرية والتفرقة العنصرية كما تكافحها الآن كرة القدم. وهذا الأمر ما بعد كرة بعد 22 هناك رؤية من خلال أن تستفيد العديد من الدول النامية من منشآت التي بنتها قطر. الآن إحنا جاهزين عندنا ثلاث ملاعب في الفترة القريبة، أظن الريان الشهر القادم بمناسبة يوم قطر الوطني يوم 18 ديسمبر، ونهائي أغلى الكؤوس في نفس اليوم. نعم، ونهائي أغلى الكؤوس في نفس الوقت. فهذا الأمر يعني كل الدنيا أو العالم يتطلع له، وكما ذكر من ميلانو الزميل أنه البنية التحتية فيما يتعلق بالمواصلات، عندك مترو الدوحة من المطار إلى الفندق إلى الملعب، يعني هذا الأمر فخر ووسام شرف على جمهورنا جميعا. نعم سيد زراع، 8 ملاعب مونديالية جديدة، 7 منها شيدت من النقطة الصفر، 3 ملاعب باتت جاهزة، 4 يفتتح قريبا، ما سر كل هذه النجاحات؟ طبعا العمل الدؤوب والتخطيط لهذه الأعمال اللي ارتأينا نعملها على مدى 10 سنوات السابقة. كان فريق العمل أو فرق العمل الفنية والتقنية وغيرها والتنظيمية كانت تخطط لاستضافة فعاليات واستخدام الفعاليات المحلية والعالمية ككاتاليست أو كمحفز للاستضافة، والدروس المستفادة شيء طبعا استثنائي. طبعا على 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 الدوام كنا نحاول نستفيد من الفعاليات اللي ننظمها عالميا أو محليا، ونحسن من التنظيم. شبكة المواصلات مثل ما ذكروا الإخوان طبعا تغطي كافة المنشآت، سواء المنشآت السكنية أو المنشآت التنافسية وغير التنافسية. اليوم احنا نشهد، وأيضا عدد من المناطق السياحية كذلك. بالضبط. طبعا احنا نشهد مترو الدوحة اللي يوصل الجماهير المرتقبين ان شاء الله في 2022 من المناطق السكنية والمناطق الحيوية الى المنشآت الى الاستادات والى المطارات وغيرها.
إذن في نهاية هذا المحور الأول دعوني أشكر المراقب الدولي والآسيوي منعم فاخوري، حدثنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. السيد ثاني الزراع مدير إدارة النقل باللجنة العليا للمشاريع والإرث، شكرا على الحضور وعلى كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول كذلك لضيفي الحصاد من لندن وميلانو، رئيس القسم الرياضي في صحيفة القدس اللندنية السيد خلدون الشيخ، وكذلك الإعلامي تانكريدي بالميري من صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. شكرا جزيلا لكم جميعا. بعد فاصل قصير ندعوكم لجولة في جزيرة اللؤلؤة. قطر الدولي للقوارب يكسب رهانات نسختي السابعة، إقبال قياسي للعارضين وللجماهير، وتنظيم مثالي بأعلى درجات الأمان. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. لم يكن من اليسير إطلاق هذه النسخة السابعة، لكن حرص المنظمين على إبقاء الصناعات البحرية إبقائها حاضرة بقوة في قلب المشهد، حسن تعاملهم مع الظرف الطارئ واحترافيتهم في مجال التنسيق مع الأطراف والجهات جميعها شكلت عوامل نجاح الحدث الذي أقيم في بورتو أرابيا هناك في جزيرة اللؤلؤة. المعرض الدولي عزز مكانة الدوحة عاصمة ومركزا إقليميا في عالم اليخوت والقوارب وكذلك مستلزمات هذا القطاع. بعد هذا التقرير إضاءات على الحدث واستباق لنسخة ثامنة تقام شهر مارس من العام الجديد. بحر الأسبوع الماضي كان مرسى جزيرة اللؤلؤة على الموعد. معرض قطر الدولي للقوارب تحدى الجائحة العالمية وخرج للعلن في أبهى صورة وسط إجراءات احترازية كبيرة. على امتداد النظر زينت هذه القوارب والخوت المشهد. على الرصيف عرضت آخر التصاميم العالمية وأحدثها الخاصة بها، وغير بعيد عنها تجهزت خيم العارضين لتكمل المشهد بملحقاتها ولوازمها. في عندنا مجموعة كبيرة من خدمات الإنشاءات البحرية، لأنه تقريبا شركة تقنا قطر صار لها أكثر من 20 سنة في السوق وبتقدم خدمات متكاملة، بما في ذلك اللي هي حماية الشواطئ من الانجراف وتآكلها، وهذه تعتبر قضية حديثة. هلا أغلب الدول عم بتعاني من تآكل الشواطئ بسبب التغيرات المناخية. افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة فعاليات النسخة السابعة من معرض قطر الدولي للقوارب الذي جمع في رحابه ما يقارب أو يفوق 20 شركة قطرية. المعرض الذي وضع قطر على خريطة الأحداث البحرية العالمية كان النافذة الوحيدة للاطلاع على مستجدات أسلوب الحياة الراقي في هذه الصناعة، كما بات الموعد المهم والذي يترجم النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر، لا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة. صراحة بعد يعني جائحة كورونا شفنا قبول كثير في المعرض، بالنسبة لي كأول مرة ما توقعت العدد هذا. اكتسبت من المعرض ان في مع التعامل مع الناس خاصة في الجنسيات والأمور هاي، يعني قدرت ان اعبر عن هوايتي وأنقلها على أكثر من لغة. العديد من الشركات المحلية التي تواجدت في هذا المعرض الاستثنائي عبرت عن رضاها التام بعد هذه التجربة. يعد المعرض نقطة التقاء مهمة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما أنه يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. في ظل هذه الظروف الاستثنائية نجحت اللجنة المنظمة في رفع التحدي وتقديم نسخة استثنائية لبرنامج الحصاد. أمير فحصي، جزيرة اللؤلؤة.
كيف تم التجهيز لهذه النسخة السابعة وكيف تم التعامل مع المعرض على امتداد 5 أيام؟ هل تأثر الحدث بالجائحة وما أهمية إبقائهم موعدا ثابتا في أجندة الفعاليات الوطنية؟ نطرح هذه النقاط في حضور الرئيس التنفيذي لشركة المناع بلاس للمناسبات، الشركة المنظمة لمعرض قطر الدولي للقوارب، السيد حمد عيسى المناعي. أهلا ومرحبا بك. الله يرحب بك إن شاء الله. إذن هذا المعرض أقيم في ظروف استثنائية لكنه حافظ على ثوابته، نجح في جذب أزيد من 30 شركة. كيف تم التجهيز والتحضير لهذه النسخة الاستثنائية إنجاز التعبير؟ طبعا في هذه السنة نسمع أنت ذكرت نسخة استثنائية، فكان الترتيب لها بشكل خاص أو بشكل يتطلب الحذر بشكل أكبر. أول شيء طبعا بسبب جائحة كورونا، فاضطرينا أن احنا ناخذ إجراءات احترازية أكثر، وأن نطمن الشركات ونطمن العارضين والزوار أن احنا أهم شيء بالنسبة لنا سلامتهم قبل لا احنا نسوي المعرض. فهذا واجهنا شوي من التحديات، ولكن بفضل الله والاستعانة بعض المتطوعين من هلال الأحمر ومن الشركات الأخرى قدرنا نتغلب على هذه الصعوبات. طيب، ما الذي يقدمه معرض دولي بهذا الثقل لجميع الأطراف ذات الصلة بالصناعات البحرية؟ طبعا هو يشكل مظلة موحدة لجميع الصناعات في المجال البحري، فمنها تشوف الصناعات، منها تشوف قطاع الخدمات، ومنها تشوف قطاع البيع والشراء من أدوات. نعم. من قوارب ومن يخوت ومن قطع غيار، فتقدر تقول يعني يشمل جميع القطاع البحري تحت مظلة واحدة. نعم، المعرض كما هو معلوم وكما تعودنا على ذلك معرض جماهيري بامتياز. كيف صحيح تعاملتم مع رهانات أو تحديات كوفيد-19 في ظل إقبال لافت غطى منطقة بورتو أرابيا هناك في جزيرة اللؤلؤة؟ صحيح، طبعا احنا من أهم الإجراءات اللي اتخذناها أن احنا طلبنا من الهلال الأحمر التعاون معنا في تنظيم الدخول والخروج من وإلى المعرض، وطبعا لا شك مع برنامج احتراز أنهم يشوفون برنامج احتراز. نعم. يشوفون التأكد من وجود الكمامة، التأكد من صحة أو حرارة الداخلين، وكذلك التعقيم بشكل يومي للمناطق التي أو الخيم التي يدخلها العارضين والزوار. واضح. عدد المشاركين في هذه النسخة قفز بنسبة 50%. كيف تم تحقيق هذا الإنجاز في ظل استمرار جائحة كوفيد-19؟ طبعا تاريخ المعرض له دور في طمأنة العارضين تجاهنا واتجاه المعرض، والشيء الآخر نحن طمأناهم بأكثر من حل، واللي هو طمأناهم احنا متبعين اجراءات احترازيه وان. نعم. سلامتهم اهم من سلامتنا وسلامه الجميع، لان بدون عارضين ما عندنا معرض، فحاولنا احنا نطمنهم قد ما نقدر وقمنا بالاجراءات الاحترازيه، وخاصه مع القادمين من الخارج من حجر صحي ومن الالتزام بشروط ومعايير وزاره الصحه. طبعا تعاون مختلف الاطراف يسر المهمه التنظيميه. اكيد، لا شك، والتعاون مطلوب خاصه في هذه المراحل او مرحله الجائحه هذه، لان لا يمكن ان نحصو الخبره كامله في شركتنا فقط او في المعرض فقط، فيجب ان يعني نطلب المساعده والمعاونه من ذوي الخبره واضح لنجاح المعرض. اذا بعد اتمام 7 نسخ من هذا المعرض، اي موقع لمعرض قطر الدولي للقوارب في المشهدين الإقليمي والدولي؟ والله شوف، في الإقليمي ولله الحمد في تطور، ونحن يعني أنا أقدر أقول لك إذا ما كان الأفضل على الأقل نحن ننافس المعارض الأخرى إقليميا، وأما دوليا فلا، طبعا في منافسة، اسمنا موجود ومعروفين ولله الحمد دوليا. نعم. ولكن نفس ما قلنا في تاريخ وفي معارض أقدم منا، ونحن نعد جديدين نسبيا يعني بالنسبة للمعارض العالمية. واضح، انطلقتم مبكرا في التجهيز للنسخة المقبلة، النسخة الثامنة، هل بدأت تتشكل بعض ملامح
دورة 2021. اي نعم، راح تكون المشاركة الدولية بشكل أكبر، لأن العرض الدولي تواق للمشاركة في هذه المعرض، لأن قللنا من عارضين الدوليين في هذه النسخة، فهم يعني مشتاقين مثل ما يقولون أنهم يشاركون ويانا. فتقدر تقول يعني في إن شاء الله خليط أكبر من الخليط أكبر ما بين الدولي والمحلي بين الشركات إن شاء الله. واضح. السيد حمد عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة المناعي بلاس للمناسبات، الشركة المنظمة لمعرض قطر الدولي للقوارب، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه الإيضاحات، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق والنجاح. يعطيك العافية. ملفات والحصاد متواصلة، بعد قليل نتابع ارتدادات السقوط في مدينة إشبيلية. أهداف إسبانيا الستة هزت كبرياء مانشافت، والقيصر بيكنباور يقود حملة الغاضبين المنتقدين خيارات يواخيم لوف. أهلا بكم من جديد. لم يحدث منذ حوالي 9 عقود أن سقط منتخب ألمانيا بهذه الطريقة الدرامية والموجعة. على امتداد هذه الفترة الطويلة باتت خسارة 24 مايو 1931 باتت شيئا من الماضي بالكاد تذكر. لكن أحداث القمة الأخيرة أمام إسبانيا أعادت هذه الذكريات المنسية، أعادت كثيرا من الشخصيات الشهيرة والبارزة، أعادتهم إلى صدارة المشهد. هؤلاء شددوا على ضرورة تصحيح المسار الذي يبدأ في تقدير البعض بإعلان رحيل المدرب يواخيم لوف. هذه إطلالة على المشهد الألماني الآن قبل الخوض في كثير من التفاصيل والسيناريوهات. هي فصل من فصول أزمة تحاصر المنتخب الألماني منذ فترة، وقد تراجعت النتائج بشكل دراماتيكي بعد التتويج بكأس العالم صيف 2014 في المونديال البرازيلي. ألمانيا بثقلها الإعلامي والجماهيري لا تبدو راضية الآن عن المنتخب أداء ونتائج، ولا تبدو كذلك متفائلة بما سيحدث في الاستحقاقات العاجلة والآجلة. هزيمة هي الأسوأ للمانشافت منذ 89 سنة على يد إسبانيا ب6 أهداف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات بدور الأمم الأوروبية، أفسدت ما حققه الفريق من نتائج إيجابية طوال الأشهر الماضية. خسارة عاد الحديث بعدها عن يواكيم لوف، وعاد الشارع الرياضي ليطرح السؤال الجديد القديم: هل كانت سقطة إدارية التجديد للمدرب يواكيم لوف وقد عاد إلى برلين من مونديال روسيا مثقلاً بخيبة الخروج الدراماتيكي؟ يتصدى المدرب لهذا المناخ الصاخب بكثير من الصمت وقليل من التصريحات، يخرج مدافعاً عن خياراته ويشدد على أن المنتخب في مرحلة إعادة بناء وإنطال الأمد، وأن هذا المشروع يحتاج لكثير من العمل والمساندة الإدارية والإعلامية. ليس مطروحاً الآن أمام مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يتخذ القرار الصعب فيعلن تغييراً في أعلى هرم الإدارة الفنية، خيار أكده الرئيس فريتش كلير. لكن الإقالة أو الاستقالة يبقى خياراً قائماً وسط الضغط الجماهيري والإعلامي غير المسبوق في البلاد، ومعلقاً على نتائج المنتخب في الرهانات القادمة. الثابت الآن أن منتخب ألمانيا يدخل النفق المظلم بقيادة لوف، الذي يبدو أنه فقد الدعم الإعلامي والجماهيري بعد خسارة إسبانيا التاريخية. منتخب ألمانيا في أزمة، هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها، لكن تقاليد هذا المنتخب وقوة شخصيته تشكلان طوق نجاة وخيطا رفيعا قد يقلب المشهد تماما ليعيد الكرة الألمانية إلى قمة الهرم العالمي، وقد تنازلت عنه في الفترة الأخيرة للمنتخبات العائدة بقوة من القارة العجوز. لبرنامج الحصاد، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة.
ما الذي يحدث لمنتخب ألمانيا منذ صيف 2016 عندما غادر البرازيل متوجا بطلا لكأس العالم؟ هل يتحمل المدرب واخيم لوف وحده ودون غيره مسؤولية ما جرى في الأعوام الأربعة الأخيرة؟ كيف تتعامل ألمانيا الآن مع الخسارة الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية؟ وما الذي سيتغير بعد العودة من إشبيليا؟ هذه النقاط تشكل منطلقات حوار مباشر وعبر سكايب مع ضيف الحصاد من مدينة ميونخ الألمانية، الإعلامي يانس هايبر، رئيس تحرير موقع 360. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم. نبدأ بما حدث في المدينة الإسبانية إشبيليا. من يتحمل مسؤولية الخسارة بستة أهداف كاملة أمام المضيف الإسباني؟ نعم، هذه هي خسارة كبيرة، خاصة أن كان في المباراة مجموعة من اللاعبين المتمرسين الذين خاضوا هذه المباراة. في الرأي العام الألماني الكل يشير بأصابع الاتهام من صح التعبير ليواخيم لوف. هل لوف وحده من يتحمل هذه المسؤولية؟ كلا، ليس من وجهة نظري أنا، ولكن وسائل الإعلام ترى فيه المسؤول الوحيد، خاصة أن يواخيم لوف الآن يبتعد بشكل كامل عن الإعلام ولا يمكن الاتصال به على الإطلاق. طيب، بيلد وهي أشهر الإصدارات الألمانية وصفت ما حدث فقالت هذه كارثة لوف، أي تعليق؟ نعم، هناك خسارة مذلة وأنت تخسر ضد إسبانيا بهذه الحصة. فصحيفة بيلد سايتونغ كانت محقة في هذا الخصوص، ولكن لا يمكن أن نرمي بكل المسؤولية على عاتق المدرب الألماني يوغي لوف، ولكن هناك تذبذب واضح في مستوى المنشط في المباراة الأخيرة. طيب جميل، تحدث عن تذبذب في المستوى. مونديال روسيا حمل كثيرا من الإشارات التي تفيد بأن منتخب ألمانيا ليس في أفضل حالاته. لماذا راهن صناع القرار على بقاء واستمرار لوف مدربا لمنتخب ألمانيا؟ إذن يوغي لوف بعد كأس العالم في 2018 قال واعترف أنه قام ببعض الأخطاء وكان يلعب بجيرم بواتين وأيضا بماتس هوملز وأيضا كروس. إذن بالتالي هناك بعض المشاكل على مستوى الخط الدفاعي في ألمانيا، وهذه النتيجة الأسوأ في ألمانيا قبل 90 سنة، وهذا هو الوضع الراهن. ينبغي أن يكون هناك تحرك نحو التغيير. طيب، الآن الاتحاد الألماني يتخذ نفس الموقف ويصر على إبقاء لوف في هرم الإدارة الفنية، ما الأسباب في تقديرك؟ لأن ليس هناك خيار في الوقت الراهن. كلوب لن يغادر ليفربول قطعا لينضم إلى المانشافت. أيضا توخيل في باريس أعتقد ليس مدرب له إمكانيات ومهارة تواصل جيدة، بالتالي الآن ليس هناك خيار لتعويض يوغي لوف بمدرب آخر. الآن نقترب من كأس أوروبا، ومن الصعب جدا في المرحلة الراهنة أن يتم استبدال المدرب يوغي لوف. طيب، حتى أفهم جيدا ماذا تقصد، هل بقاء لوف لأن لا خيار، لا اسم مطروح بقوة الآن للتعويض، أم أن صناع القرار ينتظرون ما بعد نهائية اليورو من أجل إحداث هذا التغيير المنشود من قبل الرأي العام هناك في ألمانيا؟
يجب أن أقول بأن الاتحاد الألماني بعد كأس العالم في روسيا وقف على مجموعة من الأخطاء، ولكن آثر الاستمرار مع يوغلوف. الآن أتصور أن الوقت غير مناسب لإحداث التغيير في هذه الظرفية. الوقت غير مناسب. ماذا عن المطلعين على الشأن الألماني الذين يؤكدون أن مدير المنتخب أوليفر بيروف يتحمل نصيبا من المسؤولية؟ ما صحة هذه القراءة؟ نعم بالتأكيد هو يتحمل جزء كبير من المسؤولية، لأنه تعرض لانتقاد كبير، لأنه أيضا كان مساندا ليوغلوف بعد العرض الباهت في مونديال روسيا. وطبعا كمدير رياضي الفريق فهو في المسؤولية الأولى. طيب، ما المطلوب الآن من أجل تصحيح المسار، من أجل تفادي سيناريو إشبيلية في استحقاقات العام الجديد 2021؟ هذا سؤال صعب للغاية. هناك مجموعة من اللاعبين الذين تم استبعادهم يمكن إرجاعهم للفريق، ولكن مشكلة المانشافت ليس على مستوى الهجوم. لدينا ميلا، لدينا مجموعة الأسماء المتميزة في الخط الهجوم، ولكن في الدفاع هناك بعض الصعوبات. الآن جيروم بواتين وأيضا ماتس هوملز قد لا يعودون في الوقت القريب، وألمانيا في كأس أوروبا قد لا تلمع بشكل جيد إذا ما استمر الفريق على هذا المنوال. طبعا الكثيرون يتحدثون عن جانب الإدارة الفنية، لكن ماذا عن اللاعبين؟ ماذا عن الأسماء الموجودة؟ كيف يمكن تفسير تألق بايرن ميونخ على المستوى الأوروبي والمنتخب يعاني؟ نعم، هناك مدرب أو لاعب جيد وهو كيميش الذي استطاع في المباراة الأخيرة، وأيضا ليفاندوفسكي نعم هو يلعب لبايرن ميونخ ولكن يلعب في المنتخب البولندي، ولدينا ألبا هو نمساوي واللاعبين من فرنسا. بالتالي هناك العديد من اللاعبين الأجانب في فريق بايرن ميونخ. إذا بايرن ميونخ أكبر ربما حتى من المانشافت. واضح جدا. إذا الإعلامي يانس هايبر رئيس تحرير موقع 360 تحدث من مدينة ميونخ الألمانية عبر سكايب. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. سيتجاوز منتخب ألمانيا ما حدث في المدينة الأندلسية، سيعيد ترتيب صفوفه وسيستعيد قامته في غضون أشهر قليلة مقبلة. هذه قناعة أشد المنتقدين للمدرب واخيم لوف، أسطورة ألمانيا والعالم القيصر فرانز بيكنباور. نلتقي مشاهدينا الأسبوع المقبل في إطلالة جديدة للحصاد، ترصد كما العادة أهم القضايا والمستجدات. في أمان الله.